تقول ما حكم الحصول على وظيفة عن طريق دفع مبلغ معين من المال للشخص الوسيط لي بالوظيفة، حيث قد طلب مني مبلغا معينا لكي يساعدني في الحصول عليها؟ الوسيط لا يخلو من حالين: أن يكون ممن يبحث عن عمل كالشركات التي تتوسط في إيجاد وظائف للراغبين في العمل، فهذا لا بأس به لأن هذا أجرة عمل وهو البحث عن فرص وظيفية سواء كان شركة أو كان فردا. أما إذا كان هذا الذي يتوسط في العمل على رأس العمل أو يستعمل نفوذه في مكان العمل أو أنه يدفع رشوة لمن يوظف هذا الراغب في العمل، فكل هذا من المحرم، وهو من الخيانة وأكل المال بالباطل، وهو من الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط. فينبغي أن يتقي الله عز وجل العبد وأن لا يفتح على نفسه باب تكسب من هذا الطريق الذي أوله مظلم وسيلحقه شؤم هذه الظلمة في بقية عمله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الوساطة نوعان: وساطة بحث عن عمل من شركات توظيف أو جهات أو أشخاص يبحثون عن فرص وظيفية ويدلونك عليها أو يسعون لك فيها، فهذا لا بأس به. أما إذا كان هذا الوسيط هو موظف في هذه الجهة أو يستعمل نفوذه فيها أو أنه يرشي من هو في هذه الجهات، فإن ذلك لا يجوز، وهو من أنواع الفساد الذي يوجب العقوبة الشرعية والنظامية.